زيدوا في المواد الأساسية. ما لقيتوا منين تجيبوا الفلوس غير من جيب الراجل مني كيتزاد. وانتم عليه بالتيفية بالضريبة على القيمة المضافة حتى كيموت، حتى الكفن كتطلعوا انكم تاخذوا التيفية فيه، ماشي عار ماشي حشومة. هذه الإجراءات اللي بغيناكم تقولوا لأبناء الفقراء، حنا كانت عندنا الجرأة وحيدنا الضريبة على القيمة المضافة، الأشياء اللي أساسية للفقراء، الدواء، القراية، الأدوات المدرسية كتاخذوا فيها 7%، كل شيء كتضربوه وكتقول لي يا واخا الإجراءات وما عندناش الهشاشة والفقر. الأجراء بالله عليكم اليوم سميك، قول لي بوجهك، قول لي باصلك اللي عنده 3000 درهم و 2500 درهم يعيش اليوم، قول لي باص. شكرا سيد المستشار. قول لي شكرا. 2500 قد يعيش. شكرا سيد المستشار المحترم. شكرا. النهار اللي ما يبقاش عندنا الفقر والمغاربه ما يبقاوش يفكروا في الجوع في الانتخابات، والله لا قل شي واحد من الناس اللي كيستغلوا الشعب والفقر ديال الشعب. ولكن مع كامل الاسف الحياه السياسيه والانتخابيه اليوم في المغرب كنعرفوا شكون اللي كينجح وكيفاش كينجح، وهذا ماشي هو موضوع ديال النقاش. وهذا الشيء اللي كتباهوا به انه كنفوزوا، الناس كتصوت علينا، شوفوا النسبه ديال المشاركه في الانتخابات وشوفوا الشعب شنو باغي. جوج، بالنسبه للفقر نهضروا معاكم، هذا القانون المالي شكون اللي كيجيبوا لينا؟ انتوما اللي كتصوتوا عليه، عندكم الاغلبيه البرلمانيه. كل سنه السيد الوزير كتجيبوا اجراءات جبائيه، كنا هاد تخرج العينين كنطلبوه تخرجوه على الناس اللي مستافدين من المال العام والناس اللي كياخذوا الثروات ديال البلاد، ويكون عندكم الجراه تاخذوا لهم شي شويه وتعطيو للفقراء. لكن الجراه عندكم تزيدوا على المواطنين في الضريبه على القيمه المضافه ديال الاتاي ديال القهوه ديال الزبده ديال الزيت، القفه اليوميه ديال الفقراء، كل عام كديروا اجراءات ضريبيه كتزيدوا تثقلوها. هذا اجراء ديالنا حنا، هذا اجراء ديالكم بالحكومه. القطار لعينا ما نضربوا في اللجنه ديال الماليه، ترفعوا الضريبه على القيمه المضافه من 14 ل 20% باش تزيدوا على المواطنين، حيت المساكن كيديبلاصوا في القطار، ماشي حشومه. زيدوا في المواد الاساسيه، ما لقيتوا منين تجيبوا الفلوس غير من جيب الراجل مني كيتزاد. وانتم عليه بالتيفية بالضريبه على القيمه المضافه حتى كيموت، حتى الكفن كتطلعوا انكم تاخذوا التيفية فيه، ماشي عار ماشي حشومه. هذه الاجراءات اللي بغيناكم تقولوا لابناء الفقراء، حنا كانت عندنا الجرأة وحيدنا الضريبه على القيمه المضافه، الاشياء اللي اساسيه للفقراء، الدواء، القرايه، الادوات المدرسيه كتاخذوا فيها 7%، كل شيء كتضربوه وكتقول لي يا واخا الاجراءات وما عندناش الهشاشه والفقر. الاجراء بالله عليكم اليوم سميك، قول لي بوجهك، قول لي باصلك اللي عنده 3000 درهم و 2500 درهم يعيش اليوم، قول لي باص. شكرا سيد المستشار. قول لي شكرا. 2500 قد يعيش. شكرا سيد المستشار المحترم. تبارك فعلك وليصلك كل جديد.